لا تغتر بالنسب، لا تقول أنا من العيلة الفلانية أو أنا من القوم الفلاني أو أنا من النسب الفلاني وتتعالى به على الناس، ثم بعد ذلك تريد أن تكون داعية إلى الله. تدعوهم إلى الكبر، تدعوهم إلى قلة الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال الأول يا سيدي، كيف تكون الدعوة إلى الله تعالى؟ أما بعد، فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب شرعي حث عليه الكتاب العزيز وحثت عليه السنة النبوية المطهرة ودل عليه فعل الصحابة وآل البيت الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعهم لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب شرعي، ولكن الجواب عن هذا السؤال المهم هو كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، والإقدام على الشيء يكون بعد تمام تصوره. وهنا يحتاج الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لكي تكون دعوته إلى الله سبحانه وتعالى على الجادة، عليه أن يعلم حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعلم كيفية دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيتأمل معاني الكتاب ومعاني السنة، ويتأمل طرائق الصحابة الكرام، ويتأمل طرائق السلف الصالح في الدعوة إلى الله. فأول نقطة، أول مرحلة لكي يكون الإنسان في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى على الجادة، عليه أن يعد نفسه، إعداد الداعية. فهذه أول مرحلة تكون عليها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على الجادة، إعداد الداعية. وإعداد الداعية تمر بمراحل متعددة، منها حسن التعليم، وبعد حسن التعليم حسن التربية، وبعد ذلك حسن الدعوة إلى الله. فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهنا يعني ينبغي على الداعية أن يحسن البصيرة في الدعوة إلى الله. وقال له أيضا في الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال في أكثر من موضع، ذكر حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحسن البلاغ عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا لابد للداعية قبل أن يدعو إلى الناس، عليه أن يبدأ بإعداد نفسه. حسن إعداد الداعية تبدأ بالمرحلة الأولى وهي التعليم. وهنا في التعليم عليه أن يهيأ لهذا الباب من مجال الدعوة إلى الله. وكل من كان قائما في وظيفة من الوظائف الشرعية، إن كان فقيها فهو داع إلى الله سبحانه وتعالى.
وإن كان محدثا فهو داع إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان مربيا فهو داع إلى الله سبحانه وتعالى، وكذا إن كان في مجال أي علم من العلوم أو حتى في مجال العمل الاجتماعي أو في مجال العلوم الأخرى كطب أو هندسة، كل على اختصاصه في مجال الدعوة إلى الله. التعليم في شتى المجالات من العلوم النافعة المرحلة الأولى في الدعوة إلى الله، حتى يكون في دعوته إلى الله على بصيرة في ما يدعو إليه. فأن تدعو الناس إلى شيء يجب أن تكون على بصيرة من ذلك الأمر المدعو إليه، ثم على بصيرة في كيفية الوسيلة المتخذة في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم على بصيرة في المحافظة على هذه المراحل من الدعوة إلى الله. لا يكتفى بأن تدعو ثم بعد ذلك لا تحافظ على المدعو، فلا تجد عاقلا يغرس ثم لا يتعهد الغرس بالسقي والنظافة وكذلك الحفاظ عليها من الآفات. فهذا هو المطلوب في حال الدعوة إلى الله، الإعداد بدءا من التعليم ثم بدءا من التدريب ثم بعد ذلك أيضا مجال التربية والتهذيب. فهذه هي مراحل لابد منها في مجال الدعوة إلى الله: التعليم ثم التدريب على كيفية جيدة وخطط مدروسة محكمة، ثم بعد ذلك أيضا التهذيب في حال الداعية حتى يكون هذا الداعية على يعني تحمل للوراثة المحمدية تامة، في لأن الناس الذين سيدعوهم مختلفي الأجناس مختلفي الطبائع، فيجب عليه أن يكون صاحب خلق تام وصاحب أدب جم وصاحب رسوخ في الأخلاق، فيتعاطى مع الناس بحسب مشاربهم وبحسب أخلاقهم وبحسب سلوكياتهم. فهنا تظهر محنة الداعية، ومحنة الداعية هي أن يكون صبورا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بدءا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة، فعليه أن يتحلى بالصبر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فعليه أن يتحلى بالصبر، فهذه يعني قضية لا بد منها في الدعوة إلى الله، أن يكون الداعية إلى الله بصيرا بحال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحال المدعوين، وأيضا بصيرا بالوسائل والأساليب التي سيتخذها في الدعوة إلى الله. وكل إنسان له أسلوب في تعاملك معه في حال دعوتك له إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يا سيدي: ما مميزات منهج الدعوة عند السادة العلوية؟ وقد تميزت الدعوة عند السادة العلويين رضي الله عنهم ونفع بهم بمزايا كثيرة، منها حسن الاتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يكون الداعية داعيا إلا إذا وافقت أفعاله أقواله، فما كانت تختلف الأقوال عن الأفعال عند هؤلاء القوم الكرام رضي الله عنهم، فهم أهل وراثة محمدية لجدهم الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتميزت الدعوة عند السادة العلويين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وحفظ من بقي منهم بحسن الاتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنها تميزت عندهم أن الدعوة كانت تمتاز عندهم بالأفعال أكثر من الأقوال، فهم أهل دعوة بلسان حالهم أكثر من الدعوة بلسان مقالهم، ولهذا يؤثر حال واحد في مقال ألف ولا يؤثر مقال ألف في حال واحد.
فإذا كان الداعي عند إلى الله سبحانه وتعالى من أهل اقتران الأفعال بالأقوال أثمرت هذه الدعوة وخرج بها الداعي عن كونه داعيا مترسما برسوم الدعوة ولكنه غير متحقق بحقائقها. أيضا الدعوة إلى الله عند السادة العلويين تميزت بأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى منهم كان ينماز عن غيره بحسن التواضع، كمال الأدب، الرحمة، الشفقة المحضة، كل هذا مما كان ساداتنا العلويون يراعونه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الصبر والتواضع الجم والشفقة والرحمة. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانوا على هذا الخلق من الرحمة الراحمون، يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة والشفقة والتواضع والصبر وحسن التأتي كانوا يراعون المدعوين ويعطوا لكل مدعو حاله ويقبل على كل مدعو بحسب وضعه، فكانوا يعني يعرفون يعني كيفية إيراد الأشياء ومواردها ومصادرها، كيف يردون إلى الشيء وكيف يصدرون عنه، كيف يقبلون على الشيء وكيف يتحولون عنه، فلديهم حسن حكمة. الحكمة هي ميزة مهمة عند هؤلاء السادة رضي الله عنهم، والعلم هو أصل كل شيء، العلم والعمل. فساداتنا رضي الله عنهم في دعوتهم إلى الله قامت دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى على العلم، العلم، والعلم في معناه الجامع، العلم النافع، والعلم بأحوال الظواهر الأشياء وبواطنها، فكانوا يراعون ذلك في حال المدعوين، فهم كانوا أهل علم بالعلوم الظاهرة والعلوم الباطنة، فكانوا أهل تحقق في العلوم الظاهرة وفي العلوم الباطنة، ولسان الحال أفصح من لسان المقال. وأيضا العمل، كانت دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل أيضا، واقتران العلم بالعمل. وأيضا تميزت دعوتهم بالورع الحاجز، وهذا باب عظيم ويعني باب من الأبواب المهمة في الشرع، أن يكون الداعي صاحب ورع وصاحب حيطة وصاحب اتقاء للشبهات. قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. ومن هنا ظهرت ميزة العلماء الربانيين أن القلة القليلة من الناس لديهم معرفة بمواطن الشبه، فكانوا يتقون هذه الشبهات. فالحلال البين معلوم لكل الناس أو لمعظم الناس، والحرام البين أيضا يعرفه الكثير. أين تظهر مزية العالم؟ العالم الفارق، العالم الذي يفرق ما بين الأشياء، هو العالم الرباني. العالم الرباني لديه هذه الحالة من الورع الحاجز الذي يستطيع من خلال هذا العلم والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يميز ما بين المشتبهات، فيتقي الشبهات، يتقي الشبهات فيما يقول، يتقي الشبهات فيما يفعل، يتقي الشبهات فيما يفتي، يتقي الشبهات فيما يعلم، يتقي الشبهات فيما يقرر، يتقي الشبهات فيما يتعامل حتى من الوسائل. فلديه هذه الحالة، وهم
رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل احتياط تام في مسائل العلم والتدين، وأيضا الإخلاص في الدعوة إلى الله، والإخلاص هو السر الأعظم والإكسير الذي كانوا يتميزون به، وبصدقهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى بلغت دعوتهم إلى آفاق بعيدة، واستطاعوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن ينشروا الدعوة إلى أقوام ما كانت لسانهم كلسانهم، وأحوالهم كأحوالهم، وتصرفاتهم كتصرفاتهم. كيف استطاعوا أن يصلوا إلى مجتمعات غريبة عنهم، واستطاعوا أن يوصلوا الإسلام والإيمان إلى تلك المجتمعات الغريبة عنهم، وما كانت توجد وسائل التواصل الاجتماعي فيما بينهم، لا من لسان ولا من أسلوب. فبصدقهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاصهم لله قذف الله تعالى في قلوب المدعوين حسن تقبلهم والانتماء إليهم، ومن هنا انتشرت دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى يعني أصقاع متعددة، وسارت دعوتهم مسير الشمس فشرقت وغربت، وصار كثير من الناس ينتمي إلى هذا المنهج الذي يتخذونه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، منهج بسيط. وأيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يكون على خوف ووجل ولا يعني يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يتحلى بهذه الصفات التي ذكرناها. السؤال الثالث يا سيدي، ماذا تنصحون للشباب الذين يقوموا بالدعوة إلى الله تعالى خصوصا من الشباب العلويين؟ والنصيحة للشباب العلويين الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بدءا من الفقير ومن كان في هذا المجال أقامه الله سبحانه وتعالى في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يراعي حق هذه الأمانة. إن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، فعلى القائمين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا السادة العلويين أن يقوموا على معرفة ودراسة وتعهد ما كان عليه أسلافهم في الدعوة إلى الله، منذ أن انطلقوا في الدعوة إلى الله شرقا وغربا كان لأجدادهم وأسلافهم أسلوب، وكانت لأجدادهم وأسلافهم خصائص، وكانت لأجدادهم وأسلافهم كيفيات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكون من الخلف بارا بسلفه عليه أن يكون بارا بسلفه حتى في كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يعني يلزم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على معرفة بتاريخ أسلافه. التاريخ يلقح عقلا جديدا، إذا عرف الإنسان أخبار من مضى تخيلته قد عاش حين من الدهر، وتحسبه قد عاش آخر عمره إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر. فعلى الإنسان إذا أراد أن يكون في هذا المجال أو أقامه الله سبحانه وتعالى في هذا المجال أن يتلمس أخبار أجداده وأسلافه، وأن يتتبع الآثار، كل من سار على الدرب وصل، أن يتتبع آثار سلفه في الدعوة إلى الله من الرحمة بالمدعوين والشفقة بهم والتواضع الجم، وهذا باب عظيم وأدب تميز به أسلافنا رضي الله عنه. ثم بل هذا التواضع صار عندهم سجية لا يتكلفونه، خصيصة، يعني التواضع، من تواضع لله رفعه الله. فالتواضع
أصل أصيل عندهم، نشأوا عليه، ربوا عليه، توطنوا عليه، وينشأ فيهم الداعية والعالم على هذا الخلق، تواضع، تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. العمل الصالح والحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، التواضع خلق عظيم في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وعهدنا كثيرا من أسلافنا كانوا يميلون في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ويتحركون فيها مع شهود التقصير والتشمير، مع شهود التقصير. وكذلك كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أهل خمول، ولكن ما كانوا أهل كسل. فرق بين الخامل والكسول، فكانوا أهل خمول وليسوا أهل كسل، وما كانوا يعني كشأن الكسول. الخامل هو الذي لا يلتفت إلى الشهرة، إذا جاءته الشهرة فسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على ذلك، وكانوا يحذرون من تتبع الشهرة والبحث عنها، وكانوا يقولون يعني الظهور في الظهور قسم الظهور، فيرون أن هذا من الابتلاء. إذا أقام الله سبحانه وتعالى شخصا وأظهره يعني يدعون له، لأنه يرون أن هذا ابتلي بهذه الشهرة. ولكن حتى الخامل منهم ما كان يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالخمول شأن عظيم، أي التواضع، عدم التفات النفس إلى تتبع الشهرة والبحث عن الملفتات. يعني بعض للأسف بعض من يقوم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كأنه استسهل المرقى، ويظن أن الدعوة إلى الله شأن كل من هب ودب ودرج، هي يعني مرقى سهل، كلمتين من هنا وحكايتين من هنا وضحكتين من هنا وشيء من البروبوغندا ويعني لفت الانتباه والشو، فهذا ليس شأن الداعية إلى الله. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهمة الرسل، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكليف في حق العلماء. من كان داعي إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يتسلح بسلاح المعرفة، من كان داعي إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يتسلح بسلاح الأخلاق. فما كانت الدعوة مرقى سهلا لكل من هب ودب ودرج، يعني فالمهم كيف يكسب النجومية، هذا ليس شأنه. على أيضا على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا من كان من السادة العلويين، عليه أن يراعي حق أسلافه في هذه الدعوة إلى الله، فهو مظهر لمن سبق من أسلافه، فإما أن يكون بارا بهم إذا قام على طريقتهم، وإما أن يكون عاقا حينما يكون قائما بوظيفة الدعوة إلى الله وليس على دربهم ومسلكهم وهديهم. ربما في مروءته إشكال، كثير ممن يتصدى للأسف في الدعوة إلى الله مروءته ليست كمروءة من سبق من أسلافه العلويين، ومع هذا يسمي نفسه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. من كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يراعي حق المروءة، حق هذه النسبة وحق هذه الإضافة، فهذه الإضافة وهذا النسب نسب في يعني فيه تشريف وفيه تكليف، والتكليف أكثر من التشريف في هذا الباب. لا تغتر بالنسب، لا تقول أنا من العيلة الفلانية أو أنا من القوم الفلاني أو أنا من النسب الفلاني وتتعالى به على الناس، ثم بعد ذلك تريد أن تكون داعية إلى الله سبحانه، تدعوهم إلى الكبر، تدعوهم إلى قلة الأدب، أو تدعوهم إلى، عليك أن تراعي حق الله سبحانه وتعالى ثم وحق رسوله ثم حق هذه النسبة الشريفة.
التي هي نسبة تشريف ونسبة تكليف، لا ينبغي بل لا يجوز أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يرتكب خوارم المروءة في أقواله، أو يرتكب خوارم المروءة في أفعاله، أو يتعاطى شيء مما يشين، أو يتعاطى شيء مما يقبح. فأنت ممثل وأقامك الله في مقام الدعوة إلى الله، عليك أن تكون على اتصال تام في الأقوال، واتصال تام في الأفعال، واتصال تام حتى في المظهر، حتى في المظهر. يعني زيك لا ينبغي أن يكون فيه شيء مما يخرم مروءتك، أفعالك لا ينبغي أن تكون فيها شيء مما يخرم المروءة التي نشأت عليها، أو نشأ عليها أسلافك ودرج عليها من سبق من رجال هذا المسلك العظيم. إلى المسلك المحمود أرشد أولادي، ومن يقبل الإرشاد من أهل ذا الوادي، وأحدوهم حدوا يحرك عزمهم، وحسبهم أني لهم لم أزل حادي، إلى الحق أدعوهم وأرجو قبولهم. مقالي وتعليمي ونصحي وإرشادي نصيحة ذي ود شفيق عليهم، إلى شفيق عليهم، إلى الحق أدعوهم ورب لنا الهادي. فهذا باب عظيم من باب الدعوة إلى الله، على من أراد من السادة أو من الأشراف أن يسلك في هذا المسلك، أن يتلمس أخلاق أجداده وأسلافه، وأن يسير على طريقتهم وهديهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي حياته تدينا وتأدبا. ولذلك نقرأ في تراجمهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يربون أبناءهم على هذه الصفات منذ صغارهم، ونجد التراجم في طوالع كل ترجمة غالبا يقولون: ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم وتأدب بأبيه، تأدب بأبيه. وهكذا كان العلم والأدب يؤخذ تلقيا بالإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فكل يعني والإسناد ليس فقط فيما يروي، وإنما الإسناد حتى فيما يفعل، والإسناد حتى في الآداب والأخلاق كانوا أيضا يتناقلونها أبا أو ابنا عن أب وأب عن أبيه، هكذا مسلسلة منهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حماد، أب يتلقى عن أبيه وهكذا. فيا لك من آب كرام وأجداد. نعم. السؤال الأخير يا سيدي: كثير من الشباب لم يعرفوا عن أسلافهم شيئا، يعني من الشباب العلويين لم يعرفوا عن أسلافهم شيئا، فماذا تنصحون لهم؟ فمن لم يعرف عن أسلافه شيئا عليه أن يتعرف إلى ما كان عليه الأسلاف من شمائل وسير وصفات وأخلاق وعلوم ومعارف. فمن لم يعرف عليه أن يسأل، عليه أن يجالس. قال عليه الصلاة والسلام: سائل العلماء وخالط الحكماء، وقال سائل العلماء وجالس الكبراء وخالط الحكماء. فمن أراد من الجيل الحديث أن يعرف شيئا عن صفات أسلافه عليه أن يخالط الكبار، وأن يجالس الكبار، وأن يسائل العلماء. هذا أمر أول، أن يبحث عن هذه البيئة الصالحة وينشأ فيهم وهو يتتبع سيارهم وأخلاقهم. أيضا هناك أمر آخر، وهو أن لا نكتفي كدعاء مثلا أو كعلماء مثلا، أن يأتي إلينا الشباب لكي يعرف عن أسلافهم ما غاب عنه، بل على الدعاة والعلماء أن يقصدوا هؤلاء الجيل من الشباب ممن يعني تغرب عن أهله أو تغرب عن مسلك أهله، عاش غريبا
وليس عاش غريبا أنه فر من بلده، إنما عاش غريبا عن أخلاقهم، نشأ على نشأة التربية الأخرى أو على الأخلاق الأخرى، فهذه غربة في الأخلاق، غربة في المعارف. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يقصد هذه الشريحة من الشباب فيطلعهم على ما كان عليه أسلافهم من قيم وشمائل وسير ومعارف وعلوم. فهذا باب مهم، وبالتالي صار العبء ثقيلا على الداعية نفسه، ليس على فقط من كان من جيل الشباب. لا ننتظر أن يأتي إلينا هذا الشاب لنقول له كان أسلافك كذا وأحوالهم كذا، بل على الدعاة أن يتقصدوا هؤلاء الناس ويتطلبوا وجودهم ويبحثوا عنهم ويجالسوهم ويبلغوهم. قال عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من جملة التجديد يعني في الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والمراد بتجديد الدين هنا يعني إزالة ما طرأ على الدين من حوادث وأخلاق ليست حسنة وصفات ليست حسنة ويعني سلوكيات دخلت إلى مجتمعاتنا الإسلامية وإلى قيمنا وهوياتنا. فعلى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يقوم بوظيفة التجديد، والتجديد هنا ليس تغييرا، إنما التجديد تطهير، التجديد تطهير وليس تغيير. التطهير بإزالة ما علق بالثوب أو بالبدن من وسخ، التطهير كذلك بإزالة ما علق بمجتمعاتنا وشبابنا وسلوكياتنا وهوياتنا من خبث من شأن أخلاق القوم ممن لم ينشأ على الدين والعياذ بالله. فنقوم بوظيفة هذا التجديد: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يبصرنا بأنفسنا ويبصرنا بمسالك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبما عليه القوم الصالحون والأسلاف المباركون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أخلاق وعلوم ومعارف وأذواق. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى على وجه العموم، والداعية إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الخصوص ممن كان من هذه السلالة المباركة، على عاتقه عبء ثقيل وتكليف عظيم، عليه أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وأن نكون خير خلف لخير سلف. آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.